17 سنة، لاعب موهوب ولاعب راغب راوغ سعيد الولد. هذه المحاولة، عبد الرحمن اليابي لم يظهر في الشوط الاول اكيد لان الادوار الدفاعيه مميزه عند الفيحاء عامر شفيع عبد الله، لكن حتى الان مراوغاته ناجحه. الكره الى هاني صفياني، عوده الى عامر. اه يا عامر، اه يا عامر، اه يا عامر، المراوغات السابقه ناجحه لكن هالمره اليابي يصطاد عامر، اليابي يصطاد شفيع ويسجل أول أهداف المباراة. حزم الصمود يسجل، الأصفر والأحمر يتقدم في المباراة بأول الأهداف عن طريق اليابي. الله الله الله، شوف اللقطة، شوف هاني صبياني، هاني وضع عامر في موقف محرج، الكنترول خاطئ. عامر أصادك اليابي هالمرة. هذا البرتغالي إلى نيتو، نيتو كريم قحطاني قوي. الله، أول أهداف الموسم من أجل تحقيق أهداف الموسم. عبد الكريم يسجل أول الأهداف، يسجل أول الأهداف. الأولى تصدى لها عسلة والثانية راحت إلى مرماك يا مليك، الثانية راحت إلى مرماك يا مليك. عبد الكريم القحطاني في المحاولة الثانية، وسكوبينا احتسب الخطر لركلة على تشيلي من سجل في الحزم في الموسم الماضي على هالملعب، هل يعيد ذلك؟ كرة ملعوبة، الله، روني ثاني أهداف الموسم، روني أول ثلاث نقاط هذا الموسم. الله يا برتقالي افرح. يرجع إلى محمد أبو عايد اللي عايز يحضر عند علي لجامي، ضغط عليه في رأس البريكان، هي إلى مروان سعدان اللي يسلم ولكن تتقطع إلى جوليانو. دي باولا، دي باولا، عدى 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 عرضية، والأول ارتقاء
هو
يلعب كرة كادي تبه هتاني ورد طريقة رايا هتاني مري كرة بشكل Your time.